خلصت الكلاسيكو الاسباني وخلصت الديربي الانجليزي كان قدامي خيارين، اتفرج على الانتر ويوفنتوس او اتفرج على ليو ومارسيليا. قررت طبعا ان اتفرج على ليو ومارسيليا، ومش مهم خالص موضوع الماتشات الحلوه ده، احنا جايين نتفرج عليها يا باشا، على ميسي. احنا جايين هنا نعمل ايه؟ نتفرج على ميسي، وبالمره كده نتفرج على اشرف حكيمي والزيادات والادوار الهجوميه اللي بيعملها حكيمي. بس المشكله ان البوتش بيخاف شويه، وان البوتش كنا بنتكلم احنا في حته لما يكون ميسي قدامك ادوارك الهجوميه هتكون قليله ومش تطلع كتير، علشان خاطر لو طلعت كتير انت وميسي فمين اللي هيرجع يدافع، وهتلاقي ان في مشكله كبيره جدا متعرض لها ناحيه اليمين. فاشرف حكيمي النهارده كان متحجم شويه، وكان متحجم كتير مش شويه مع السيد بوتشيتينو. مباراه كانت متعصبه زياده عن اللزوم، مباراه كانت متنشنه زياده عن اللزوم، مباراه كانت جميله في البدايه، الهدف اللي جابه باريس سان جيرمان، الراجل جابه هوم جون بعد العرضيه اللي كان عاملها نيمار لمبابي، وكمان باريس سان جيرمان لبس هدف بس برضه اتحسب اوف سايد والفار هو اللي لغى الهدفين. ومستني اتفرج على ميسي بارسا، بس مش ده ميسي بارسا خالص، مش ده مش ميسي بارسا خالص، والفريق ده مش فريق كرة قدم جيد، برغم ان فيه ميسي، نيمار، امبابي، انخيل دي ماريا، مفترض ان اللي فيه لعيب زي فيراتي، بس هم مش فريق كرة قدم جيد، هم مش فريق، هم مجرد فرديات، هم صعب انك تعملهم فريق، حتى لو انت بوتشيتينو ومدرب محترم، بس صعب انك تعملهم فريق كويس. دي حاجة أنا شايفها من فترة، إن أنت باريس سان جيرمان بيعملوا ماتشات كويسة لما بيكون ميسي ونيمار ومبابي مش موجودين جوه الملعب، باريس سان جيرمان كتيم بيلعب كرة كويسة، إنما باريس سان جيرمان بوجود نيمار وميسي ومبابي الموضوع بيختلف تماما، الموضوع بيبقى عبارة عن حفلة فرديات لا أكتر ولا أقل. فالنهاردة أنت بتلعب قدام فرقة زي مارسيليا، فرقة محترمة، وبصراحة أنا أعرف في مارسيليا إن ديمتري بايد موجود هناك بقاله فترة طويلة وبقى دلوقتي كابيتانه، وأعرف إن جندوزي وصليبة مكسرين الدنيا هناك مع مارسيليا، وجمهور أرسنال عمال ينفشخ في أرتيتا إن هو مشى العيال دي. فمفترض إن أنا جاي أتفرج على فرقة محترمة، وكمان مع أرجن كيز أوندر اللي هو كان بيلعب في ليستر واللي لعب في روما، يعني مفترض فرقة كويسه، فرقه كويسه عملت ماتش رخم وصعب جدا مع باريس سان جيرمان، وتصعب اكتر بعد الطرد اللي تعرض له اشرف حكيمي. بعد الطرد الموضوع كان صعب جدا جدا، وبالذات ان الطرد ده جه معاه اصابه ماركو فيراتي، وماركو فيراتي قرر ان هو مش هيكمل المباراه ونزل مكانه ادريسا جانا جيه، او ممكن يكون الاصابه حصلت قبل الطرد، بس هو الموضوع بدا ان هو يقلب تماما، وباريس سان جيرمان بدا ان هو يرجع يدافع قدام مارسيليا، ومارسيليا كان هو الاقرب للفوز، ومارسيليا كان الاقدر للفوز بعد الطرد اللي تعرض له اشرف حكيمي. علشان كنا نقعد نتفرج، يابا انا جاي اتفرج على ميسي، اتفرجت على كوره؟ لا لا، اتفرجتش على كوره، اتفرجت على حرق الدم لمدير فني مش عارف يعمل فرقه من باريس سان جيرمان والمواهب العملاقه اللي موجوده في باريس سان جيرمان. طرد اشرف حكيمي اثر؟ طبعا اثر. تحجيم ادوار اشرف حكيمي ونونو مينديز الهجوميه ما اثر في باريس سان جيرمان؟ طبعا ما اثر. كيمبيمبي وماركينوس عاملين خط دفاع كويس؟ صعب انهم يعملوا خط، صعب خالص انهم يعملوا خط دفاع كويس، لان هو مفترض ان انت بيجي لك مسانده من دانييلو بيريرا، وماركو فيراتي دفاعيه، انما هجوميه مفترض ان ماركو فيراتي هو بيعمل الدور ده، فصعب ان اللعيبه دي توازن بين الادوار الهجوميه والدفاعيه، في حين ان في نيمار وميسي و مبابي ما بيعملوش ادوار دفاعيه خالص، حتى انخيل دي ماريا ما بيعملش ادوار دفاعيه، يعني في اربع لعيبه ما بيعملوش ادوار دفاعيه، والسته الباقيين مطالب منهم ان هم لاعبين يعملوا ادوار دفاعيه وهجوميه زي الاثنين باكات، ومطالب كمان ان ديريسا او لا ماركو فيراتي ودانييلو بريرا ان هم يعملوا ادوار هجوميه، فالموضوع بيبقى صعب جدا لباريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان اللي هو مش فريق جوه الملعب، وهفضل اعيد وازيد في موضوع ان باريس سان جيرمان مش فريق، ولن يكون في فريق محترم كجماعيه في وجود ميسي وجود نيمار ومبابي. ولحد هنا عزيزي مش هلاقي كلام، بس احنا نتكلمه عن الكلاسيكو الفرنسي اللي كان عظيم، واحلى حاجه فيه بصراحه جمهور مارسيليا والعصبيه اللي كانوا هم عليها، وانا نفسي اعرف العصبيه دي عليه ايه، عمالين يرموا اي حد يروح يلعب ركنيه، مع ان الماتش مش مستاهل يا جماعه، وكده كده باريس برضه بياخد الدوري. ان عجبك الفيديو اعمل لايك، ان لم يعجبك فتذكر ان باريس برضه هياخد الدوري.